要人，好吧，呀。انا اسمي هباش ما بمنقاش. انقش الله راسك عمي. يسلم عليك ابوي ويقول لك عطني سلف 200. 200؟ ايه ان شاء الله. ولا 200؟ اي 200 اللي عطانا اموته الحين. أعطني 10 ريال. لك 100 لـ100. لا أعطني 10 يا الخبر. أنا شوف. لا 10 ريال شوف. بشيلك 10 سنتيم بالبقالة. ولا طلبني ولا طالبك. هي بقالة. إيه. يلا. لا 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 لا. جماعة ضحكوا مني. بسرعة بسرعة بسرعة. وين ابوه؟ ابويا هذا هو. يا ولدي شكل القحط جان اليوم. عمي بعد نون يسلم عليك ابوي ويقول لك سجل على الحساب. شينا بخر. بسكم حساب حساب. كسر حسابكم. الله يعطيك الصحة والعافية. يلا يا أبو محمد. هلا والله. حياك الله. فندق 5 نجوم. ايه مطبخ بعادل معاك. كم تبي؟ 20 ذبيحة؟ ابشر ابشر بسعدك. الله يعطيك الصحه والعافيه. جاهزين؟ حياك حبيبي حياك. ابو محمد سام. الله الله في الجماعه. ترى وليمه والمه. صب ماي. ابشر. هني نص وهناك نص. وشب النار. ابشر ابشر. يعطيك العافيه يوسف. جيب جيب سعف جيب سعف جيب سعف. شوف شوف جيب سعف يا ابو جيب سعف. ايه انا ضايع ادور روحي ولا ادور اهل الضايعين. يلا عاد يا ابو محمد. ان شاء الله ان شاء الله. جيب السعف لا يبرد. يلا يلا يلا. يوسف وين الملاس؟ جيتك 20 ذبيحه يا مو ذبيحه واحده. جيب السعف جيب السعف. هذا اللحم. قطع عشان استوي. ولع ولع يلا يلا ولع. يلا عاد يا يوسف تحرك. السلام عليكم. ولع النار. هلا هلا ابو ابراهيم. حياك الله. شلونك؟ عساك طيب. استريح استريح. راحك الله من الشح. استريح. امر يا ابو ابراهيم. خير؟ ترى مشغول ما عندي وقت. ما يامر عليك عدو يا اخوي. ابيك تسوي لي ذبيحتين. جايين ضيوف من مكان بعيد وابغى ابيض الوجه معاهم. والله يا ابو ابراهيم ما اقدر. عندي 20 ذبيحة وغير الزباين اللي يدقون علي. ما في مجال والله يا ابو ابراهيم. اسمع يا اخوي ابو عادل. تسلم. مطبخك ذا اشهر من نار على علم. ايه؟ سمعته واصله لين سوق التمر. تسوي لي الذبايح يعني تسويها. عجيب. نعم. ابشر بسعدك. خشمك. مع السلامه. حياك الله. جلسوا جلسوا العيال جلسوا. وديكم تشتغلون في المطعم. جلسوا.
تروحون. بفكريه احنا ايش جايبنا هنا؟ لا تقول سمكتك عيب تفضحنا. بيطباكلنا. اقعد. بيطباكلنا يا بلو. بيطباكلنا. الله يهديك بس. السلام عليكم بعادل. هلا حياك الله ابو عرب. كيف صحتك؟ الله يعطيك الصحة والعافية. مو بكرية ذي مو بكرية. اسكت اسمحنا. اسلمك ما تقولها عند الأجانب. تفضل تفضل يا ابو عرب. شكرا. جلسوا جلسوا. اقعد بابا اقعد. يعني ملعوزين في البيت وهنا. الحين أنت يا ابو عرب آمر جيتك على شنو طابخ؟ ما عندي حجز. خلاص حجز ما في. لا يا ابو عادل مو طبخ. باخذ ها اسكت خليني اتكلم. كبسه مندي اسكت يا ولد يا اخوي. انت تفهم طيب تحترمني وتقدرني انت طيب. ايه نعم ابغى اشتغل على الطيبين ذيلي غبران ذيلو. تشتغلون تعرفون. نعرف نطبخ نعرف نقطع هموم وبصل. يا ابو محمد تعال. سام اخذ هالثنين معاك علمهم وانت مالك الا طيبة الخاطر يا ابو عرب. وين ابشر اصبره شوي تطبخ اخويا. مالك الا طيبة الخاطر بكري. وين بتروح؟ اسكت فكيه اسكت تطبخ مع ابو عادل اسكت. المهم بمشي. الله عليك حافظ. عيالك امانه عندي ابد لا تخاف. سلمتك العظام اعطنا لحم ولا عكس ذلك؟ لحم بعتنا ابو بكري. ها حياك الله يا المهم اهتموا في المحل. اهتموا في الرجال لا تفضحون اياه. واجد اللي فضحتني مع الناس الثانيين. يمشي حول الله. ايه علمهم. جايب لي ذيلي خبلان اعلمهم. علمهم علشان ابوه مو علشانهم. عز الله خسرنا المطبخ واخترب كل شيء. لا ان شاء الله انا معاك. انا يلا امشوا امشوا معايا يلا. معاي. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ هباش. جيب المشخال. وين شو اسم؟ شو اسمك؟ هباش. جيب الطشت. احذف. سام. يا الدرو. يا التيس. يا الابجر. يا اللي مصرقع. قلت لك انا جيب المشخال ما قلت جيب الطش. وين؟ يا التيس. يا الدرو. يا الصخله. انا قلت لك جيب المشخال ما قلت رز. راح اجيب المشخال. امشي ماشي بحلبويا. راح وين راح؟ ما قلت لك الخبلان بيلعوزونا. جابوا لي الضاق. والله جابوا لي الضاق. احنا اثنين بس يكفون ما نبيهم. ولع النار. يا الله يا كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. وين الفلوس؟ عيالك واحد رايح وواحد جاي. ذبحوني. اي عيال حالي طاوع خبلان يا الخبل. دقيقة. قام طلب أمه. قام تطلب أمه. قام. وين روح؟ قام تعال. أخذ عيالك الله لا يبارك فيك ولا في عيال. شفيهم؟ اسم اللي طالع فوق نزل آخر من يبيع لعن. اسمعك يا ابو عرب. ابوي بفكريه. فكريه ولا ذا؟ اسمع انت. ودهم مستشفى ميادين. اذكر الله. سويت. ما يطبخ. اسكت دقيقه. يا حبوش انت بعد يوه الثاني. ما تعقلون. وصل يا الناس. هذي هذي يبغى يزيني. انتبهوا. شو تقول؟ انت من هو؟ ناقب. نعم. عصر خير تبقى جاي. ابي لميتين. لميتين لعبة عيالك يا ابو عرب. طلعهم. في ميتين فيه ما اعطاني شيء. صحيح اللي قال؟ تركي ولي. ما بني 10 تاريخ. صحيح؟ عشرة.
عشر. ايه شو اخوي كذاب. مالك التبت الخاطر امشي بالخير. تبشر بالجنة ان شاء الله. وصل. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك. قواكم الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. هلا ابو ابراهيم. هلا. حياك. طيب. الله يسلم. وين وين يا ابو عادل؟ وين مطبخك؟ وين ديك السمعة الطيبة؟ انتهت؟ ليش؟ ما حد يسأل عنك، وكل ما اروح عزايم اقول لهم ابو عادل قال اولا ببيزة. افا؟ نعم. لا حول ولا قوة. ايش سويت؟ سويت من هالميانين هاللي جايب بعاره بعياله. هذا ايش سويت؟ بس ما اقول الا لا حول ولا قوة. اقول نارك طفت يا ابو عادل، نارك طفت. لا حول ولا قوة. ايه مع السلامة. مع